كتر ما انا بستخدمه، فياريت تجربوهم. ويلا بينا نعمل مع بعض مورد الخدود او مورد الشفايف. طبعا هنعمله بحاجات طبيعية وحاجة كمان طبية جدا، فهتعالج لك يعني، هيبقى توريد وتنعيم وتفتيح وكل حاجة. بقى اول حاجة هنحتاجها يا بنات، هنحط الكمية اللي احنا عايزينها، يعني مثلا الكمية دي بعد ما حطيت الكمية دي بحط عليهم نقطة لون. يا بنات بلاش نستخدم اللي هو دم الغزال، علشان احنا نفسنا مش عارفين هو مصنوع من ايه، فاهميني؟ حاجة احنا مش عارفين مصدرها او مصنوعة من ايه نستخدمها ليه. لكن الوان الطعام دي انتي يعني مضمونة انك بتحطيها في الاكل، ومصنوعة من مواد طبيعية طبعا، من غير مواد حافظة. بصوا انا حطيت نقطة مورد، حطيت نقطة لون طعام احمر، فحستها كترت، هفضل ازود لحد ما اخد يعني ازود سواء كريم او لون على حسب الدرجة اللي انا عايزاها، واقلب بالطريقة دي لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها. انا كترت اللون، نزل مني بطريقة غبية، فهفضل ازود كريم، وطبعا هحتفظ بيها وهتقعد فترة طويلة، فعادي ما عنديش مشكلة ان اعمل كمية كبيرة. هفضل اقلب فيها بالطريقة دي لحد ما يمتزج كل الخليط. كده انا حاسه اللون كويس معايا، هجربه على ايدي، هاخد حته وادهنها. طبعا المورد بيتفرد خالص، شايفين الدرجه؟ كمان يا بنات نسيت اقول لكم، كريم بنسينول بيوحد لون البشره، يعني لو عندك مناطق سمراء ومناطق بيضاء هتتوحد اللون. انا حاسه ان الدرجه حلوه، انت تقدري تزودي او تقللي اللون براحتك. طبعا هو بتفردي فيه في منطقه كبيره، ويعني بيفضل تفردي فيه لحد ما تاخدي اللون المناسب. انا الدرجه دي بحبها اهي، انت تقدري تقللي اللون او تزوديه براحتك. بصوا بيدي كأنه برونز ولمعة حلوة، حلو جدا يا بنات، وطبيعي، وكمان هيعالج البشرة مش بس هيديها لون. تقدري تستخدميه في خدودك، في عند المناخير، في الشفايف، في الرجلين، طبيعي وحلو جدا جدا جدا. وديكوا شايفين النتيجة حلوة قوي ازاي، بس طبعا اللون تقدري تزودي او تقللي براحتك. انا كده خلصت الوصفة، هحطها في العلبة دي واقفل عليها واشيلها لحين استخدامها. كده يا بنات انا حطيتها في العلبة، عملت كمية كبيرة وحلوة جدا، هتكفيني شهور وما كلفتنيش اي حاجة، وبالعكس طبيعية، وكمان ما فيهاش كيماويات، وكمان هتفيد لي بشرتي، هتنعمها وترطبها وهتفتحها وهتعالج لي التشققات وكل حاجة. بجد انصحكم تجربوها، ولو الوصفة عجبتكم اعملوا الفيديو لايك، واشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. واي حد عايز وصفة معينة يكتب لي في الكومنتات، وهتوحشوني جدا. هستناكم في فيديو جديد، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.